مرحبا. هسه بما انه احنا حطينا الكونكشن تبع تايب ار ام جوا الكونتكست جوا الدي بي، بدي هسه اورجيكم طريقة كيف ممكن نجيب الكونكشن هاد ونعمل ونجيب الريبوزيتوري لها مثلا اليوزرز ونعمل كراد اوبريشن عليهم. فاحنا بما انه حطيناها بالكونتكست، في دوكيوريتر من راوتين كنترولر اسمه سي تي اكس، حتعمله انك حتحط هون at ctx، تعمل decorate لواحد من الباراميترز ctx، التايب تبعه مش يعني context from كون. وحاليا context.db طبعا مش موجودة، فخلينا نعمل احنا انترفيس خاص فينا عشان يجينا عشان في اس كود برضه يساعدنا. فهعمل انا هون فولدر اسمه interfaces، وأول واحدة هتكون عندنا ثواني هسميها context.interface.typescript ctx.interface.typescript. هعمل import ل context from Koa والconnection من typeorm، وهعمل export ل interface ctx extends extends context تبع Koa. واحدة من البروبرتيز الجديدة هتكون دي بي ايكوال لكونكشن، وهذا هو الكونتكست اللي حامل منه اللي حاعطي تايب لهذاك الارجيومنت. فهون حامل اندكس دوت يس، حامل اكسبورت فروم زي هيك، وهون هاي حتكون الكونتكست. هسه مش محتاجين الكوا كونتكست، بس عشان نجيب الريبوزيتوري context.getRepository context.db.getRepository، وهون بتعطيه اليوزر انتيتي. بس بعد هيك ممكن تعمل find او تعمل اي اوبريشن ثاني، delete soft delete update، على هاي بتعمل طبعا على اليوزر على اليوزر تيبل نفسه. هسه شو الاشي المزعج بهيك اسلوب؟ راح نحط الـ add context وهذا اللاين بكل وحدة من هذول الـ functions، طبعا اشي مزعج انا برأيي الخاص. ممكن نعمل هيك، هو اسرع هيك انهيت كل مشكلة انه اي اشي بدك اياه يكون globally available، مجرد ما تحطه بالـ context وتعمل له inject هون بالاسلوب هذا. بس انا مو حاب هاي الطريقة، بدي استعمل dependency injection. ممكن برضو خطرت في بالكم انه اعمل constructor هون وابعث انا اليوزر ريبوزيتوري. بس تنسوش انه بالاب دوت تي اس احنا عم نبعث array of classes للكنترولر بروبرتي برضو كارجمت للكريات كوا سيرفر، هم من جوا حيعملوا فور لوب ويعملوا instances من هاي الكنترولرز بس request يوصل للاند بوينت تبعتها. فاحنا ما بنقدرش نعطيهم arguments او سوري ما بنقدرش نعطيهم parameters للconstructor function تبعهم الا اذا استعملنا dependency injection. فانا هسه حامل طريقه زي هيك، وبالنهايه الاند ريزلت تبعتنا حتكون تشبه الاند ريزلت الموجوده في نست جي اس. ف اوكي بدي ابلش، بدي اشيل هاي الشغلات، بدي اشيل هاي اشيلها. اوكي حامل فولدر اسمه سيرفيسز، جواته حيكون في كلاس اسمها يوزرز دوت سيرفيسز دوت تي اس زي هيك. شوف بس بستك بس كنترول بي تكتب يوزرز، بتقعد تعرف كل فايل يوزرز ايش هو، هذا سيرفيس كنترولر انتيتي، يعني عشان هيك انا بحبهم وانا ماخذ فكره من انجل على فكره. هسا هعمل امبورت فروم تايب اي دي او 3 دي اي بس ما نزلناها. هسا هاي باكج عشان ديبندنسي انجكشن، ان بي ام ستور تايب دي اي. الفكره منها انه حيكون عندنا زي اوبجكت من هاي الباكج، جواته حنعمل حنحط كل الانستنسز من السيرفيسز، وبعدين نعطي هذا الاوبجكت اللي بسموه كونتينر لكوا، وكوا بعدين هو او مش لكوا ل للراوتينج كنترولرز. وهيك بيكون كل الانستنس اللي احنا عملناهم افيلبل للديبندنسي انجكشن فريم ورك الموجود جوا. بالكود بيكون احسن، بس هاي الفكره. حنجيب ديكريتر اسمها سيرفيس، اي كلاس بدك تحطه جوه ديبندنس انجكشن فريم ورك حتعملها ديكوريت بسيرفيس. بدك تعمل برضه امبورت للريفلكت ميتا داتا، اوريدي نزلناها مع تايب ار ام، بس احنا عملنا لها امبورت هون او اي ثينك
المفروض انا اعمل امبورت مكان، يمكن ما صورتش حالي وانا بعملها، بس حاطها بالانتيتيز من اول مكان احنا ريفليكت ميتا داتا. بس هاي شغله جلوبالي، حتعمل حتغير على البروتوتايبس بمجموعه فانكشنز. انا هيك ظني، فمو ضروري تعمل امبورت كل مكان، حتغير على شيء جلوبال. ممكن هسه عم ببلش هعمل ديكوريت لهاي الكلاس، اكسبورت كلاس يوزر سيرفيس، يوزرز سيرفيس ريبور، حتكون ريبوزيتوري من تايب اور ام، التايب تبعها يوزر انتيتي، طبعا هي جينيريك تايب. تاخذ كونستراكتر حياخذ دي بي كونكشن من تايب اور ام، وذس ريبو ايكوال دي بي دوت جيت ريبوزيتوري، واعطيها اليوزرز انتيتي. فحيكون عندنا سيرفيس لكل انتيتي، او كل انتيتي حيكون لها كنترولر وسيرفيس. فكره بالنهايه انه الريكوست يوصل لراوت معين بالكنترولر، الكنترولر يروح ينادي مجموعه فانكشنز من السيرفيس، السيرفيس تحكي مع ريبوزيتوري، بعدين يرجع يعمل ريتين للسيرفيس، السيرفيس يعمل ريتين للكنترولر، ويرجع ريسبونس لليوزر. هاي الفكره البسيطه. هسا هون احنا الامور خلصناها بالسيرفيس، ما في شيء اكثر من هيك حاليا. بعدين انا حعمل بيس سيرفيس، كل الفانكشنز الكومن حعمل منهم، حعملهم اكستند بهاي بكل السيرفيس الثانيات. حعمل هون فايل اسمه اندكس تايب سكريبت، حعمل اكسبورت فروم يوزر سيرفيس، حعمل اكسبورت، وبرضه بدي اعمل امبورت لهون. بدي اعمل شغله I think حتوفر وقت على اي حدا، بس مو ضروري. هعمل export const services، حتكون array of services على الاقل للكلاسز تبعونهم، عشان انت بالapp.ts هون هعمل loop هسه على هذول السيرفيسز، لكل واحدة منهم حعمل instance منها ومرر لها database connection. فحعمل new service app.context context.db serve. هسه هاي السيرفيس كل instance لازم نحطها جوا dependency injection framework، عشان من جوا الكونتينر اللي بال dependency injection framework. من type di عمل import container container.set، أول شي بدك تعطيه type تبعها حيكون السيرفيس نفسها، وال value تبعها حيكون instance من هاي السيرفيس. هسا ال dependency injection framework شايف كل ال instances تبعونا، بس ال routing controllers هو بيدعم ال dependency injection، بس برضه هو لازم يعرف بال container تبعنا اللي فيه كل الانستنسز. فبتعمل include اليوز كونتينر، وبتحكي له يوز كونتينر هاي الكونتينر تبعنا. بس اذا بتروح على اليوزرز كنترولر، عرف constructor private read only users service من type user service. هسا هذا التايب هو لازم يكون اللي بتمرره هون، هاي حتكون اسم الكلاس او الكلاس نفسها سوري. فهذا هو التايب اللي بتحطه هون كتايب. بالمناسبه ممكن تعمل برضو انجكت لسترينجز. انا رايي الخاص اذا عندك مثلا اس تي ام بي سيرفر للايميل، او اي كريدنشلز مثلا بدك تعملها انجكت بباقي السيرفيسز، رايي تحطهم بالدوت اي ان في، بعدين تروح على الكونتينر تبعك تعمل ست لهاي السترينجز هون، وتعملهم انجكت بعدين، فبتغيرهم انت بس بهذا المكان واحد اذا بدك تعمل اشي عليهم زي operations map او reduce او اشي. حط انا لينك بالدسكريبشن للتايب دي اي، بسيط ممكن تقرأوا عنها. هسا خلينا نعمل run، npm run dev dev للاب source to source folder app.ts. هسا مجرد ما نبعث ريكوست فورد سلاش يوزرز، خلينا نعمل كونسول لوج عشان نشوف صح يوزرز سيرفيس. طبعا باي ديفولت انت ما حتشوف اللوج صح، لانه لسه ما صار في انستانس من اليوزر كنترولر،
ما حسي في انستنس الا بس تعمل ريكوست عليها. ف انا رايح فورد سلاش يوزرز، عمل ريفرش، حيرجع لي الريسبونس اللي انا حاطه هون كو اكسبرس. بس هي الاوبجكت هذا، وهي يوزر سيرفيس من تايب يوزر سيرفيس، والريبو هي ريبوزيتوري من تايب المفروض تكون يوزر سيرفيس يوزر انتيتي كمان بس مش مبين. بس هي الامور نفعت هيك الامور انا برايي الخاص منظمه اكثر ومريحه نفسيا. يعني بكون عندك لكل انتيتي كنترولر وسيرفيس بتنظم الشغل عليها. هسه الفيديو اللي بعد هيك حعمل بيس انتيتي بيس سيرفيس سوري، وعمل منها اكستند. بعدين ممكن نعمل كرادو بريشنز. ثانك يو.